بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Fluid Mechanics 4 يعني Fluid Measurement. Fluid Measurement عندنا هيبقى Pitot Tube أو Venturi Meter أو Orifice Meter. يبقى بالنسبة Pitot Tube نقيس Velocity, Venturi Meter يبقى Q, Orifice Meter يبقى برضو Q. بالنسبة للبيتيت تيوب كفلويد ميجرمنت، لو احنا طبقنا القاعدة بتاعت برنولي يمين وشمال بنوصل لانه V بتساوي جذر 2 جي اتش، جذر 2 جي اتش زي ما احنا عملنا قبل كده، ان بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1 بتساوي بي 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2. بما انهم على نفس الديتم فزد 1 بتروح مع زد 2. الفيلوستي لما تيجي تطلع فوق في الهواء يبقى هنعتبرها 0، وبالتالي بيتبقى بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي بتساوي في 2 سكوير، لا بتساوي بي 2 على جاما. هات بي 1 وبي 2 في ناحيه، او خلي طير الجاما، لو انت طيرت الجاما مع بعض يبقى هيبقى في بي 1 بتساوي بي 2 زائد نص رو في V1 سكوير رو. القاعدة بوصل في الآخر إن V بتساوي اللي هي طبعا في البداية بتساوي جذر 2 جي اتش، جذر 2 جي اتش، وده دايما حتى بقول لك إن V هي الـ velocity of the flow، سرعة الفلو، velocity of the flow تساوي جذر 2 جي اتش. A pitot tube is placed on in a river following at 5 foot per second. خلي بالك من كلمة 5 foot per second دي الوحدات. The tube tip is 1 feet below the water surface. Below the water surface. The water level in the pitot tube above the water surface is mostly كام؟ احنا ما نعرفش بقى ال H، هو طالب ال H فوق، هو طالب ال H فوق. أنا عندي قاعدة بالنسبة للبيتي تيوب على طول V بتساوي جذر 2 جي H، يبقى V سكوير بتساوي 2 جي H V سكوير، وبالتالي لو جبت قلت V سكوير على 2 جي هي ال H اللي مطلوبة. طيب أنا دلوقتي عندي إيه؟ الفيلوستي قال لك ايه؟ الفيلوستي 5 فيت بير سكند. طيب يبقى ال V 5 اس 2. طيب تحت بقى 2 في جي، جي بكام؟ بالنظام اللي هو الامريكي يبقى 32.2، يبقى هقسم ده على ده بيديني 0.39 فيت. افرض ان انا طالبها بالانش يبقى بتضربها في 12 يطلع لك 4.7 انش. الموضوع سهل جدا يعني. An craft flies at a speed ماسة 40 foot per second at an altitude of 10,000 feet ارتفاع where the air density is 0.057 pound per cubic feet. The air pressure at this altitude 10.10 Pascals per square inch. The ignition pressure at the tip of the pilot tube is most nearly. يعني هو عايز تختار حاجة من دول. طب هتختار يعني ايه؟ ما انت هتحلها. هو احنا بنقول انه وعايز يوصل لانه
البريشر بقى هيبقى كام؟ ما هو ما نعرفش كمان، احنا ما نعرفش كمان. طيب تعال نشوف بي نوت ده بكام. بي زيرو اللي هي الضغط عند سيجنيشن بوينت هيبقى بكام؟ ما هو الضغط عند سيجنيشن بوينت عباره عن الضغط عند النقطه اللي هو مديها لك زائد نص رو في في سكوير. طيب ال بي 1 ضغطها معروف، هو مديها لك 10.10، عظيم. بس انت بتقول ايه؟ بير سكوير انش. يبقى دلوقتي بتقسمها في المقام، بتقسم في المقام على 12 في 12، يعني بتضرب في 144. خلي بالك من تحويل الوحدات. زائد نص فرو الروب كام؟ هو مديك ايه؟ هو مديك الجاما اللي هي 0.057، فبتقسمها على جي اللي هي 32.2 في الفي سكوير، مديها لك 147 لكل تربيع، بتطلع بي نوت او اللي هي عند السيجنيشن بوينت عباره عن 1473 باوند بير فوت سكوير. طب انا عايزها بالانش، يبقى الفوت ده بتضربه في 12 كل تربيع، يعني بتضرب تحت في المقام في 12 في 12 144، بيطلع لك ب 10.23 باسكال بير سكوير انش اللي هو عند دي. لو نفس المسألة دي بنكملها يقول لك بقى عايز فرق الضغوط. طيب ما هو انت دلوقتي عندك P نوت بتساوي P 1 زائد نص رو في V سكوير. طب هات البي هات مع بعض، يبقى P عند سيجنيشن بوينت ناقص P 1 اللي هو مديهولك بتساوي نص رو في V سكوير، هيديني ب 19 باوند على الفوت المربع، وعايزها بالباسكال في المقام بير سكوير انش. يبقى في الحاله دي يبقى الفوت بتعمل ايه؟ بتضربها في 12 في 12 في المقام، يعني بتقسمه 19 ده على 12 في 12 على ال 144، يديك 0.13 باوند بير سكوير انش. في الفنشيوريميتر زي ما انت شايف ده بتبقى ديفايس فور ميجرنج فلو ريت، بتشوف الفلو ريت ازاي. انت بتستخدم معادلتين برنولي وعلى نفس الديتم طبعا، فبيبقى بي 1 على جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي بتساوي بي 2 على جاما زائد في 2 سكوير على 2 جي، وعندك معادله الكونتينيوتي اللي هي كيو بتساوي اي 1 في في 1 بتساوي اي 2 في في 2، وعندك في الفنجيوريميتر انها عباره عن المقطع بتاعي دايره، فانا بقول ان هو الاريا باي دي سكوير على 4 والثانيه باي دي سكوير سمول على 4 عند الخانه، وبالتالي بوصل للاخر ان كيو بتساوي ال2 في الجذر التربيع الايه 2 بي 1 ناقص بي 2 الضغط عند 1 في الواسع ناقص الضغط عند الضيقه في البي 2 على رو على 1 ناقص 2 على اي 1 الكل تربيع في المقام. من الناحية العملية كان في coefficient of velocity نتيجة ان انت حصل التضييق اللي موجود دهوت، يبقى في الحالة دي لو Q volumetric flow rate والCV اللي هي coefficient of velocity والاريا لو مساحة القطاع والبيد بريشر والجاما اللي هي رو في جي، وعندي طبعا الزدات اللي موجودة عندي كديتم، فبوصل في الاخر الى انه السي في في الاثنين على الجذر التربيعي 1 ناقص 2 على اي 1 لكل تربيع في الجذر التربيعي 2 جي بي 1 على جاما زائد زد 1 ناقص بي 2 على جاما ناقص زد 2، كل ده بيساوي الكيو اللي انا طالبها للفلو اللي ماشي عندي. تعالى كده على مسألة كاريزون اوف سبيسيفيك جرافيتي 0.87 ده يعني ايه؟ ها على طول كده سبيسيفيك جرافيتي يبقى بتضرب في 998
كعجلة جاذبية أرضية تديني الرو اللي أنا موجودة عندي على طول كده من غير ما تفكر. If the pressure difference recorded by pressure gauge، البريشر جيتش دايما بتسجل الفرق بين الضغطين بسبب 111 كي بي اي. يعني ايه كي بي اي؟ يعني كيلو باسكال. فانت طبعا بتضربها دايما في 10 اس 3 عشان تحولها لباسكال. ذا دينسي اوف ووتر از كذا، مديني الووتر بكذا، وحتى مديك الرو اهي. عظيم. هتعمل ايه؟ ده كله رايح نفسه. طيب وهنا مديك الجام، وهنا مديك الجام، تنسي اوف ووتر بالوحدات دي تبقى جام. ذا فلو ريت از موست نير كذا، هطلب الفلو ريت كيو. تعويض مباشر في المعادله، كيو بتساوي ايه؟ بتساوي الاريا بتاعت 2 اللي هي ايه؟ ما هو مديك اهي الداتا 0.06 الكل تربيع في الجذر التربيعي، 2 في 116 اللي احنا قلنا عليها اللي هي فرق الضغط في 10 اس 3. عظيم. على رو، الرو احنا قلنا كام؟ 0.58 بتضربها في الجاذبيه الارضيه اللي هي 998 في، وهي دلوقتي السبيسيفيك جرافيتي عباره عن ايه؟ جاما على جاما. طيب او رو على رو اند سو اون. المهم ده الكلام ده هو بتضربه في واحد ناقص 0.06 على 0.1 اللي هو ايه؟ دي 2 على دي 1. ما هو مديها لك، مديك ده الدي 2.06 والدي 1.1 الكل تربيع، يديك مباشره ال 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 الكيو بكذا بالمتر مكعب بير سكند. مساله سهله وواضحه ومباشره. طيب تعالى بقى على الاورفس ميتر. الاورفس ميتر ده بيبقى فيه اتنين كوفيشنت بيظهروا عندي، في الفيلوسيتي كوفيشنت اللي هي سي في، وفي الفينا كونتراكتا سي سي. الفينا كونتراكتا دي نتيجة لحدوث دوامات، ما بيحصل خنقة، ففي جزء على الجنبين كده عند الخنقة بس في دوامات و و و، فده بسميه الكوفيشنت اوف فينا كونتراكتا بالشكل الواضح عندك ده. يبقى انا دلوقتي القانون بيقول لك ايه؟ دائما فابدا في قانون بيطلع عندي انه سي نوت عباره عن سي في سي سي على واحد زائد السي في دي على دي الكل تربيع. انا عشان في الحل من الناحيه العمليه لو انا بضرب بس البسط المقام دايما بيبقى تقريبا من الواحد، لكن سي في في سي سي هي السي نوت اللي بتبقى مطلوبه عندك. هتجرب في الجدول اللي هو مديهولك. تعالى نشوف مسألة هنا هنوريها لك. ده بقى الأورفيس برضو بنفس الكلام بيجيب لك نفس الطريقة. تعالى نشوف مسألة. مسألة بيقول لك إيه؟ Water flow through a shape edge orifices FD ب 0.1 meter and D small 0.06 قالت 0.06 ده بالمتر، خلي بالك الوحدات دي. The pressure drop between upstream and the vena contracta 100 كيلو باسكال. 100 كيلو باسكال الفرق بينهم، 100 كيلو باسكال. عايز الفلو ريت بقى. طيب عشان تجيب السي نوت اللي احنا بنشتغل بيها، طب ما هو مديك السي في، لو رجعت للجدول مديك السي اي سي سي، اضربهم في بعض هي نفسها 0.062. يعني سيبك من المقام، ما هو المقام تقريبا هيساوي واحد، يعني 0.062 تضربها في الاريا بتاعت المقطع بتاع الحته الضيقه في 2 في الفرق في الضغط على رو في 1 زائد دي على دي الكل اس 4، وتطبق بالمعادله هيطلع لك الكيو الموجوده عندك. الفلويد ميجرمنت، الفلويد ميجرمنت الشكل اللي موجود عندك ده قال لك السيفون، قال لك ووتر فلو ثرو سيفون فروم بيكر ات شون كذا، بشفط الميه. طيب if the tube diameter d بكذا، ومديها لك d small بكذا. the flow rate ايه بقى؟ على طول انت قبل ما تعمل اي حاجه انت عندك ايه في الشكل ده؟ v بتساوي جذر 2 جي اتش، وعندك ال h اللي هي فرق الديتم بين الاثنين.
الفرق ده ايه؟ الاولاني كان 15 لفوق والتاني 5 لتحت، يبقى زد 1 ناقص زد 3، بس زد 3 دي هتبقى بايه؟ هتبقى بالماينس، مع الماينس تبقى بالبلس، يبقى كام؟ 20، بدل ما هي يعني هي الاولانيه 15 والتانيه 5، بس المفروض بطرح دي من دي، بس التانيه بالايه؟ بالماينس، يبقى ماينس مع الماينس الفرق بينهم هتبص تلاقيه كام؟ 20. بتضرب حاجه جاذبيه 32.2 في 2، كل ده تحت الجذر، بيديك ان في 3 بكسر، يبقى انت جبت الفي 3. انت عندك يو بتساوي ايه؟ ايه 3 في 3؟ طب ما انت عندك الدايمتر بتاعي، بس هنا بيقول لك ايه؟ بالانش نص، يبقى هقسمها على كام؟ على 12، يبقى يديك الكيوب الفيت مكعب بير سكند، وهو ده المطلوب. طب تعالى هنا، انت ضيقت عليهم، water flows through an orifices 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر diameter. ده الدايمتر. وبعدين partition that maintain constant water level on the two sides. خلاص ما هو ادهالك في 2 متر في 1.5 متر، بالفرق كام؟ نص متر، عايزين وحدتك بالمتر، وبالتالي الاورفيس لو 2 سم ده هتحوله لايه؟ للمتر، يبقى 0.02 متر. If the coefficient of contracta مديهالك 0.83، طيب ما انت عندك الثانيه بايه؟ ب 0.98، يبقى تضرب ده في ده يديك 0.81. خلاص اضرب بقى 0.81 بتعوضها في المعادله الاساسيه اللي موجوده عندك، يبقى بيديني ال 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 بيديك انه ال كيوبيك متر مكعب بير سكند. طب هو عايزها متر مكعب بير داي، يبقى تقسم بعد كده، ما هو السكند بتقسمه يعني بتضربه فوق في عايزها بالداي، يبقى دلوقتي السكند يبقى 24 في 60 في 60، يديك 68.9 متر مكعب بير داي.